صفحة 280 إن شاء الله هنبدأ في الشست أو البلمونولوجي. أنا بحب أسميه بلمونولوجي زي الأمريكان، ما بحبش أسميه شست. مقدمة هايفة كده في الأول، الفارنجايتس والأوتيتس ميديا، والفارنجايتس والأوتيتس ميديا والساينوفايتس. بحب أشرحها وأنا قاعد، لأن الحتت دي ما بتجيش في امتحانات خالص ولا حتى ام اس كيو. الأكيوت فارنجايتس على فكرة رغم إن الثلاث حاجات دول ما بيجيش في امتحانات، إنما يعني ده تربع شغل العيادات على الفارنجايتس والأوتيتس ميديا والساينوفايتس. الأكيوت فارنجايتس مش مقصود بها بس التونسيلايتس المشهورة اللي احنا عارفينها، ده سلايتس والفارنجايتس والتونسيلو فارنجايتس. ومن أشهر الأسباب بتاعتها فيرال، فيري كومن على فكرة إنها تبقى فيرال ريزر زي إنها تبقى بكتيريا. وأشهر حاجة بكتيريا اللي بتعملها هي الستريبتوكوكاي. في كتاب ظريف من كتب الأطفال عندنا في مصر بتاع الدكتور محمد النجار، بيقول لك خد بالك إن تقريبا باستثناء الهيموفلس انفلونزا لا يوجد جرام بوزيتيف بكتيريا ممكن تعمل الفارنجايتس او التونسيلو فارنجايتس باستثناء الهيموفلاس انفلونزا، يعني كلها تقريبا جرام بوزيتيف. الكلام ده مهم جدا علشان لما تيجي تبدا انتي بايوتيك في الاخر هندي حاجات بتشتغل على الجرام بوزيتيف، مينلي الحاجات اللي هي البنسلينات والدريفاتيفز بتاعه البنسلينات. دايما هنلاقي يا جماعه الابر ريسبيراتوري تراكت غالبا البنسلين او دريفاتيف منه، ماشي. عيب قوي ان احنا نستخدم في التريتمنت امينو جلايكوزايد او الحاجات اللي بتشتغل على الجرام نيجاتيف، لان غالبا ما فيش جرام نيجاتيف باستثناء زي ما قلت لكم الهيب او الاتش انفلونزا. الكلينيكال بيكتشر، عليكم السلام. الكلينيكال بيكتشر العاديه، الفيفر ودايما بتبقى اكتر في البكتيريا الانفكشن، الهيبك الماليز جنرالي لوكال، هيحس الطفل يحس بالديسفيجيا بالذات لو كان كبير وفيربال، يقول لك انا عنده صعوبه في البلع، ديسفيجيا سور ثروت، تفتح البق تلاقي فيه احتقان موجود في الحلق بتاعه، هتلاقي فيه اكسوديت موجود على التونسلز. وعلى فكره الاكسوديت اللي على التونسلز مش بس بكتيريا، ممكن تبقى فايرال ان شاء الله. لما نبقى ناخد الانفكشوس مونونيوكليوزس هتلاقوا ان فيه اكسوديت موجود وده فايرال، يعني وجود الاكسوديت ليس ووتر بروف ان هي ليس ووتر بروف انها تكون بكتيريا الانفكشن، تمام ماشي. اخر حاجه، في معظم الاحوال لما بيكون ايفن بكتيريا انفكشن بتلاقي فيه ريجونال لينفادينوباسي، السيرفايكال لينفا اللي هي الجاجلو دايجاستريك لينف نود بتاعه اللوز بيبقى انلارجد وتندر. في بعض سبيسيفيك فيتشرز كانت انا كنت كاتبها الحقيقه اكبر من كده، لكن اختصارا للوقت والمجهود بقول لك اشهر حاجتين هتشوفهم في حياتك في قطه التونسيلو الفارنجايتس او التونسيلو فارنجايتس لو كانت ادينو فايروس انفكشن تو اسوشيتد مع كونجكتيفايتس. وعندي حاله في العياده الحاله لسه شايفها امبارح واول امبارح، طفل جاي بكونجيشن جامد جدا في عينيه وفي نفس الوقت زوره محتقن جامد جدا، ابدله في انتي بايوتيك. لو الطفل ده راح لاي دكتور تاني هيقعد يهرف في انتي بايوتيك الحرام ما بتنزلش، لكن انا مرتاح وساتسفايد لان انا عارف ان دي ادينو فايروس انفكشن. لو راح لاي واحد تاني هيقعد يهري في انتي بايوتيك ويزود الانتي بايوتيك ويزود مش عارف ايه، لكن لازم تبقى واخد بالك ان لو التونسيلايتس معاها لو التونسيلايتس او الفارنجايتس معاها مينوفايتس ممكن تبقى ادينو فايروس انفكشن. كتير قوي برضه بتتشاف ان يقول لك الولد جاب تونسيلايتس وبعدين امه تقول لك ايه ده نطر على بقه بايه بالسر صغير. لا ده ما نطرش ولا حاجه، ده اساسا كان كوكساكي فايرال انفكشن هو اللي عامل التونسيلو فارنجايتس، وفي نفس الوقت كان عامل المينيوت فيزيكلز اند السرز اللي بنسميها هيربانجيا. تفتكروا حاجه اسمها هاند فوت اند ماوس ديزيز، فاكرينها اللي هي الايكو والكوكساكي، ده مشهور جدا على فكره. يعني الاثنين دول انا كاتبهم لان من البراك بتاعتي في الفتره الاولى في العياده شفت حالات كتير جدا ادينو فايروس معاها كونجنكتيفايتس، وشفت حالات كتير كوكساكي بيبقى معاها الماينيوت السرز. كومبليكيشنز بتاعتها العاديه بتاعت السكارلت فيفر ان شاء الله لما نبقى ناخدها باذن الله، زائد الميزنتريك ادينايتس. وده برده سؤال ممكن تتسالوه، يقول لك ليه الاطفال اللي معاهم ستريبت بالذات ستريبت فارنجايتس. الكلام هنا اكتر كومبليكيشن على فكره على الستريبتوكوكال انفكشن. الستريبت فارنجايتس ليه بيبقى معاهم اكتر ابدومينال بين؟ بيقول لك ان الستريبتوكوكاي بتسبريد من الفارنكس وتنزل تحت تعمل لوكالايزد انفكشن وتعمل ريجونال لينفادينايتس ميزنتريك لينفادينايتس، هي سبب الابدومينال بين لان الليمف نود بتبقى تندر. التريتمنت في الثلاث موضوعات بتوع الانفكشن 3 اس، سيمتوماتيك للفيفر او للبين، وده غالبا بندي باراسيتامول والديفاتيفز بتاعته.
سبيسيفيك تريتمنت بندي على اعتبار انها بكتيريا، هندي بنسلين او اريثروميسين لو كان عنده حساسيه للبنسلين. وغالبا يا جماعه على فكره البنسلين اللي احنا بنديه حتى غالبا ما بيعملش حساسيه، يعني غالبا، لان حتى معظم البنسلينات اللي بتتاخد هنا تبقى اللي هو الكريستالين بنسلين او البنسلين في، غير اللي هو اللونج اكتنج بنسلين اللي بيعمل حساسيه احيانا وانافلاكسس وكده. يعني ده رير انك انت تلاقي بنسلينات من البنسلين جي والكلام ده ممكن تعمل حساسيه، لكن ايفن اف هتحتاج انك انت تدي اريثروميسين. سيرجيكال تريتمنت بنعمل تونسيلكتومي او تونسيلو ادينويدكتومي في بعض الحالات لو كان في كوينزي اكيوت كاكيوت سيتويشن، او في الكورونيك سيتويشن لو كانت عامله اوبستراكتيف سليب ابنيا قافله الدنيا، او لو كان في ريكارنت تونسيلايتس، او لو كان في ريزيستنت ديفتريتك كاريدج. طبعا ده رير جدا، يعني ما عادش في ديفتريا موجوده دلوقتي، يمكن حالات نادره اللي اكتشفوها زي ما قلت لكم قبل كده في بيلاروسيا، روسيا البيضاء، وبعض الدول اللي هي بتاعت اوروبا الشرقيه بعض حالات اكتشفوها بالذات اللي هم نون فاكسينيتد، طلعوا بعض حالات الدفتري، لكن هي المفروض انها اختفت. وعلى فكره اخر واحد، لا ده الكلام ده كان على مش على الدفتري، على الشيكن بوكس. المهم في نقطه مهمه جدا تاخدوا بالكم منها، ان الريكارنت روماتيك فيفر او الطفل اللي عنده نون روماتيك فيفر مش من ضمن الانديكيشنز بتاعته ان احنا نعمله تونسيلكتومي، لان تونسيلكتومي في العيانين اللي هم بريدسبوز للروماتيك فيفر داز نوت اليمينيت ذا ريسك اوف روماتيك فيفر. يعني لو واحد مثلا جاله التهاب في مفاصله وتشخص ان هو روماتيك فيفر، الكلام بتاع دكاتره الصحه لو سمحت يا حاج روح شيل اللوز بتاعته ده كلام فاضي، لان لو انت شلت اللوز it does not eliminate the risk of rheumatic fever، لانها بتيجي بعد التونسيلايتس او بعد الفارنجايتس. ماشي كده؟ الاكيوت اوتيتس ميديا من الحاجات الفيري كومن في الكلينيكال براكتس، الريسك فاكتورز الشهيره بتاعتها اوستيكيان جوف ديس فانكشن نتيجه ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن او نتيجه ادينويد انلارجد ادينويد، خدتوها في الانف والاذن. وبعدين الطفل اللي بيرضع صناعي اكتر من الطفل اللي بيرضع طبيعي، ولما بينام على مش عارف على ظهره، والاوستيكيان توب في الاطفال الصغيرين بتبقى شورت ووايد وستريت، القصه دي ماشي. ال 60% من الاكيوت اوتيتس ميديا بتبقى فايرال، 40% بكتيريال، انفريكونسي بنفس الترتيب هيموفلس انفلونزا نيموكوكاي ريرلي موراكزيلا كاتراليز ستريبت او ستاف. الاشهر هو الاتش انفلونزا والنيموكوكاي. الاتش انفلونزا بعد اختراع الفاكسين الجديد اللي انتم المفروض تنصحوا بيه معظم عائلاتكم بالنسبه للاطفال الصغيرين اللي هو الهيموفلس انفلونزا طيب بي فاكسين، اتس فيري امبورتنت فاكسين على فكره، قلل الريسك جامد جدا مش بس بتاع الاكيوت اوتيتس ميديا، ده كمان بتاع الاتش انفلونزا مننجايتس والاتش انفلونزا نيومونيا والسيلولايتس والسبتسيميا. الانسيدنس بتاع الحاجات دي كلها قل بعد انتروداكشن اوف ذيس فاكسين. كلينيكالي هيبقى في فيفر، والفيفر دي هتبقى هاي، هتعدي ال 40 غالبا، هاي فيفر بالذات مع البكتيريال. الواد هيبقى اريتابل، عنده اريتابيلتي ومن البين سيفير بين في ودانه، اريتابيلتي تلاقيه عمال يشد يدعك في ودانه. البين ده بيخف بعد ما بيحصل برفوريشن للدرم ويبدا يحصل الصديد يبدا يبقى ريليز يبقى ديستشارجد، الولد ايه التنشن بيقل في ودانه فالبين بيبدا يقل. لو انت بصيت بالاوتوسكوب في الاكيوت ستيج هتلاقي كونجستد بلجنج درم، وممكن لو حصل برفوريشن تشوف الباص وهو نازل وتشوف الايه تشوف الباص وهو نازل وتشوف البرفوريتد درم موجوده. الكومبليكيشنز حاجتين مشهورين جدا، الماستيودايتس تعمل سويلنج ريترو اوريكولار سويلنج وتندر، خدتوها في الانف والاذن. ومن الحاجات الشهيره برضو انها تقلب بكرونيك، تقلب بكرونيك اللي هو كرونيك ديسشارجنج اير، لو استمرت اكتر من 14 يوم بنقول انها اتحولت الى كرونيك بمشاكل الكرونيك بقى من الكولستياتوما وخلافه. لكن غالبا يا جماعه ان الميدل اير انفكشن تبقى كرونيك، ده غالبا باحتمال يكون في اندرلاينج اميون ديفيشنسي ديس اوردر. يعني دايما بتشوف الكرونيك ديسشارجنج اير بالذات لما تبقى بايلاترال وايرلي اونست، دايما بنشوفها حالات الاميون ديفيشنسي الكونجنتال اميون ديفيشنسي بالذات. تريتمنت 3 اس سيمتوماتيك للفيفر وللبين، برضه بتدي باراسيتامول. يفضل هنا مع الكنترول بتاع البين والفيفر انك انت تدي دي كونجستنت،
حاجه تعمل دي كونجيشن للابر للابر ريسبيراتوري ميكوزا عشان تعمل تخلي الاوستيكيان تيوب فانكشنال فيحصل جود اريشن للميدل اير. الحاجه الثانيه السبيسيفيك تريتمنت الانتي بايوتيك بيدوه برده بيبقى كورس من 7 ايام ل 10 ايام من انتي بايوتيك. ممكن تبدا اموكسيسيلين او يفضل هنا الاموكسيسيلين كلافيولينات لان الميكسد انفكشن برده وارد زي ما هنشوف بعد شويه في الساينوسايتس. نبدا اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد او امبيسيلين سلباكتام. اموكسيسيلين كلافيولينيك او امبيسيلين سلباكتام برده هتشوف الكلمه دي في موجوده في الصفحه اللي جايه. او ممكن ندي سكند او ثيرد جنريشن هالوسبورين برده بتبقى افكتيف. السيرجري المرنجوتوم اند درينج اوف ميدل اير انفكشن ده ممكن يتعمل في الاكوت سيتويشن. ما اعرفش دكاتره الانف والاذن بيفيفر ات اور نوت. اي دونت نو. يفضل على فكره لو انت هتعالج كرونيك ديشارجنج اير انك انت تعمل كالتشر اند سنسيتيفيتي. نعمل كالتشر اند سنسيتيفيتي از فيري امبورتانت بالذات لو انت شاكك في اميون ديفيشنسي. الاكوت ساينوسايتس الحقيقه ما كانتش موجوده في الكتاب بتاعنا لكن موجوده في كتاب الاسم الجديد بتاعكم. البريدسبوزنج فاكتور ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشنز ممكن تقلب بساينوسايتس بالذات لو كان في اميون ديفيشنسي. على فكره الساينوسايتس مش من الانفكشنز الشهيره جدا في الاطفال وانتم عارفين لان الساينوسز نوت ويل نوماتايزد ان تشيلدرن. ما هياش مفتحه زي الناس الكبار واخدين بالكم. وبالتالي غالبا لو لقيت ساينوسايتس في طفل صغير قوي 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 غالبا عنده اميونو ديفيشن لان دي مش من الحاجات الكومن في الاطفال. انا بعمل دلوقتي كتاب اميونولوجي للبوست جرادو وهم الناس اللي عايزه تثقف نفسها تبقى تنتظر الايه اللي هتاخد الناس اللي هتذاكر اطفال يعني بعد كده. فحته الاميون ديفيشنسي دي يعني بتتشاف كتير على فكره في المجتمع واندر دايجنوز بتتشخص. الاسباب زي شبه الاسباب بتاعه الساينوسايتس برضه فايرال انفكشن وهنا البكتيريال انفكشن وغالبا هتلاقي ميكسد انفكشن اكتر. تقريبا نفس الاورجانيزم اللي بتعمل اوتيتس ميديا بس بنقلب فيها شويه. يعني نخلي النموكوكاي في الاول ثم الهيم اتش انفلونزا بعد كده عندك المورازيلا كاتراليز والميكسد انفكشن از كومن. ممكن تلاقي حتى معاها ستريبت ممكن تلاقي معاها ستاف بالتالي خليط من البكتيريا مع بعضها. الكلينيكال برزنتيشن الفيفر والهيدك بقى هنا الهيدك هنا عنصر جامد جدا. انتوا عارفين ان الساينس انفكشن التنشن الجامد في الساينس ممكن يعمل هيدك. لو جيت بصيت على مناخيره من قدام او حلقه من ورا هتلاقي فيه ميوكو بيورلانت ديسشارج. يا اما تشوفهم من تحت الكونكا من قدام من هنا كده هو نازل ستريك اوف باس ده او الميوكو بيورلانت ستريك او تلاقيه في بوست نزل كبوست نزل ديسشارج. بوست نزل ديسشارج ده على فكره بيعمل اريتيشن عند الاطفال فدايما يعمل كوف. والكوف ده ممكن يبقى دراي او دراي او برودكتيف يعني ممكن يبقى دراي او برودكتيف. لكن الاشهر بقى اللي انا شفته الاشهر انه يبقى دراي. يعني اشهر كوف عند الاطفال دول ان هو بيبقى كحه ناشفه على الرغم انك انت بتلاقي الديسشارج لانها صدره ما بيبقاش فيه حاجه لمجرد الديسشارج بتعمل اريتيشن للايه؟ للكوف ريسبتورز من فوق. مناخيرهم دايما بتبقى مسدوده ومعظم الاطفال دول بيبقوا ماوس بريسرز بياخدوا نفسهم من بقهم عشان كده ريحه بقهم بتبقى وحشه. ماشي؟ عشان بارتلي علشان بياخد نفسه من بقه وبارتلي علشان الديسشارج ده نفسه ممكن يبقى ريحته وحشه. مناخيره مسدوده ما بيعرفش يشم كويس بيمانج سميل. maybe بيقول لك ان ممكن تلاقي فيه بيرو اوربيتال اديما. الانفستيجيشن كالتشر اند سنسيتيفيتي از ذا ميجر كونسيرن لان مش هتعرف تعالج ساينوسايتس احتمال يكون فيها ميكسد انفكشن من غير ما تعمل بروبر كالتشر اند سنسيتيفيتي. ودايما خلوا عندكم الكونسيبت ده يا جماعه ان يعني عايز اقول لكم ان بره التونسيلايتس العاديه بيعملوا كالتشر اند سنسيتيفيتي ما عندهمش مشاكل. اي اكسسبل انفكشن تقدر تاخد منه سامبل بيروح واخد السامبل يعملها كالتشر وسنسيتيفيتي ويروح مدي سامبل انتي بايوتيك او انتي بايوتيك لحد ما يطلع نتيجه الكالتشر. ات از كوست افكتيف وسيفنج بتوفر فلوسه حتى بدل ما تقعد تهري العيان بانتي بايوتيك في هيفي ممكن ايه يطلع الميكروب ده سنسيتيف لانتي بايوتيك عبيط ب 3 4 جنيه غير ما تقعد تدي بحاجات ب 50 و 60 جنيه. ترانس اليومينيشن تيست بيطلع لك الساينس بتبقى اوبيك. البليد اكس راي والسي تي تخطط الكلام ده في الاي ان تي برضه من الحاجات اللي بتهلب ان دايجنوست.
التريتمنت الثلاثه السيمتوماتيك، ما تنساش انك انت هتحط في الفيفر روبين مكتوب تحت عندك النيزل دي كونجستنت والميكو ريجيليتور. ميكو ريجوليتر الماكسيليز والامبروكسول والميكو كلير والميو كلير والكلام ده، الحاجات اللي بتلين الايه الديسشارجز دي، فيبقى خروجها من الاوبننج بتاعت الساينس سهله. الانتي بايوتيك لمده من 10 ل 14 يوم، يفضل انها تكون اكوردنج تو كالتشر اند سنسيتيفيتي. لو انت عايز تدي حاجه امبيريك ادي حاجه يعني اموكسيسيلين كلافيرينيت او امبيسيلين سلباكتام زي ما انت سعادتك ايه شايف. اخر حاجه سيرجيكال تريتمنت، ده اللي هو ساينوسكوبك ساينس سيرجري اللي هو بيوسع الفتحه بتاعه الساينس علشان يحصل من خلالها الكليرانس اوف ذا ساينس. زي ما قلت لكم ده انا بعتبره مازال ايه، مازلنا في مقدمه للشغل. الحاجات دي غالبا ما بتجيش في الاكزام، بس هتشوفها في الكلينيكال براكتس اكتر من الكلام اللي جاي نفسه. على فكره نص حالات العيادات مش بقى حاجات لوز وكلام ده، يعني الشابتر الصغير ده اللي هو بتاع الشيست ده بيشكل مش نص، ده ثلاث ارباع حالات العيادات بتاعه دكاتره الاطفال هي شيست ترابل مش ترايدر. الاسترايدور هو عباره عن هارش سكين، الاسترايدور هو عباره عن هارش كونتينوس انسبيراتوري ساوند ديو تو بارشال اوبستراكشن في الابر اير ويز على مستوى اللارنكس وعلى مستوى التراكيه. الاسترايدور انا مش عارف انتوا سمعتوه قبل كده ولا لا، قفله موجوده في مدخل النفس من فوق، الولد بيجي ياخد نفسه بيعمل كده. ما شفتوش الحكايه دي في الاستقبال او في حد من قرايبكم الاطفال الصغيرين؟ شاف كتير، ويمكن مش ده الموسم بتاعها، الموسم بتاعها دخلت الشتاء مش دلوقتي، لكن ده الصوت بتاع الاسترايدور. هو الاسترايدور مش بس بيبقى انفكشوال زي ما هنشوف، ده ممكن يبقى حاجات ميكانيكال وممكن تبقى حاجات اكيوت وممكن تبقى حاجات كرونيك، هنشوف له لستة اسباب. غالبا يا جماعه الاسترايدور ده غالبا زي ما قلت لك بيبقى اسوشيتد ويز ابر اير واي اوبستراكشن، غالبا بيبقى اسوشيتد ويز هورسنس اوف فويس. ممكن تلاقي الصوت بتاع الولد اللي ياثر على الابر اير واي ممكن ياثر على الفوكال كوردس فيخلي الصوت بتاعه مبحوح، وممكن يبقى معاها ريسبيراتوري ستريس. والريسبيراتوري ستريس على فكره في الحاجات اللي فيها ابر اير واي اوبستراكشن غير الريسبيراتوري ستريس في الاطفال اللي عندهم لور اير واي اوبستراكشن. هناخد ان شاء الله بعد كده يمكن المره اللي بعد الجايه حاجتين من اللور اير واي اوبستراكشن، هناخد ان شاء الله الاكيوت برونكيولايتس هناخد الاكيوت برونكيولايتس والبرونكيال ازم، ده لور اير واي اوبستراكشن برضه ممكن يبقى معاهم ريسبيراتوري ديستريس. في عندنا ناس من الاشخاص المحترمين يسالك يقول لك ازاي تقدر تفرق طفل داخل لك من باب العياده بتاعتك، ازاي تقدر تفرق عنده اير واي اوبستراكشن، تقدر تفرق هو ابر اير واي اوبستراكشن ولا لور اير واي اوبستراكشن بعينيك وبودانك من غير ما تمد ايدك على العيان. هقول له فيري بوسيبل، ده سهل جدا. الولد اللي عنده ابر اير واي اوبستراكشن ممكن يبقى معاه سترايدر، لكن اللي معاه لور اير واي اوبستراكشن يبقى معاه ويزس. سهله بودانك رقم اثنين، اكشف صدر العيان وهو بعيد عنك. اللي عنده ابر اير واي اوبستراكشن لو معاه سيراتو ديستريس بيبقى معاه ريتراكشن سوبر اكسترنال وصاب اكسترنال، الحته دي ودي هم اللي بتشوفه لجوه. لما يجي نتيجه القفله اللي جوه والنيجاتيف بريشر تلاقي الحته دي فقد لجوه والحته اللي هي صاب اكسترنال دي فقد لجوه. لكن اللي معاه لور اير واي اوبستراكشن لو معاه ديستريس يبقى معاه سب كوستال وانتر كوستال ريتراكشن، سب كوستال وانتر كوستال ريتراكشن. الحاجة الثالثة، بص بعينك بقى، على فكرة الجزئية اللي أنا بقول لكم عليها دي كلين كان سنس جامد جدا. بص بعينيك، أنا بعرف على فكرة في العيادة عندي الأم من غير ما تفتح بقها في الهيستوري ببص وأسمع وهي لسه هتتكلم، باخد بالي من نفس الطفل من الباترن بتاعه، أقول لها ابنك ده عنده حساسية. بعرف من قبل ما أمد إيدي على العيان. تلاقي في اللور إيروي أوبستراكشن في برولونجد إكسبيريشن، لكن في الأبر إيروي أوبستراكشن في برولونجد إنسبيريشن. سهله دي، اللور اير واي برولونجد اكسبيريشن لكن الابر اير واي برولونجد انسبيريشن. على فكره ده من الاسئله الشهيره للدكتور حسن البنا في الامتحان الاورال، والثلاث نقاط دول بيفرقوا فيري ويل ما بين الابر اير واي اوبستراكشن واللور اير واي اوبستراكشن. اسباب الاسترايدر يس هتجي لك دلوقتي ان الحاجات اللي بتعمل استرايدر الابر اير واي اوبستراكشن لو عمل ريتراكشن يبقى سوبر استرنال وصاب استرنال، مينلي سوبر وصاب. لو شفتها مش هتنساها، يعني لو انتوا ان شاء الله ربنا كرمكم بعد ما تخلصوا خمسه بريفرابل فور يو انك انت تحضر لك شهر في الاستقبال، في اي كاجواليتي لازم تحضر لك شهر عشان المعلومات اللي انت لسه واخدها فريش بطن واطفال هتلاقيها قدام عينيك مش هتروح من دماغك خالص. الابر واي
الابر اير ويم انا قلت لك اهو، سوبرا ستيرنال وساب ستيرنال، ساب كوستال وانتر كوستال. الاسباب بتاعه السترايدور اكيوت او كرونيك. الاكيوت انفكشن نون انفكشن، انفكشن لارنجو تراكيو برونكايتس، التهاب في اللارنكس تراكيا والبرونكاي، لارنجو تراكيو برونكاي بنسميه اسم كروب. الاطفال دول على فكره لما بيجوا يكحوا بيكحوا كحه كروبي، يسموها كروبي كوف، كحه عامله زي صوت الديب كده هاي بيتشد وبترن عامله زي صوت الديب، بيسموها كروبي كوف. هيجي لك بعد شويه الديفرن ده. الاكيوت لارنجايتس سبازموديك لارنجايتس دي كلها مسميات لحاجات بتافكت اللارنكس. بكتيريال اكيوت ايبيجلوتايتس دي شنيعه شنيعه، والاكيوت ايبيجلوتايتس برضه الانسيدنس بتاعها قل جامد جدا 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 بعد الانترودكشن اوف هيموفلاكس انفلونزا فاكسين. الاكيوت تراكيايتس يمكن عادت موجوده دلوقتي اكتر من الاكيوت ايبيجلوتايتس لان الاستافيلوكوكاي ملهاش فاكسين. ديفتريتيك لارنجايتس لا وجود لها في الوقت الحالي تقريبا، يمكن من كل 10 مليون حاله لما تبقى تلاقي حاله. نون انفكشوس كوزز لارنجال فورم بودي من الحاجات الكاتاستروفيك اللي بتقول لك ده الواد كان قاعد معانا بياكل فيليب او سوداني وهوب لقيناه شرق مره واحده وقاعد بقى يطلع صوت سترايدر، انا على طول تشك ان احتمال يكون في فورم بودي قفل عند مدخل اللارنكس. لارنجو سبازم خدناه قبل كده في اللارنجيزماس سترايديولس بتاع التيتاني هايبوكالسيميك تيتاني. لارنجال ايديما مش هنتكلم عنه، يمكن نقطه بس في التريتمنت، وده غالبا بيبقى الرجيك، الرجيك نتيجه الاكل او الشرب او دواء خده عمل له انافلاكس، او ايفن ممكن يكون نتيجه كان بيعمل عمليه ومركب تيوب والدكتور وهو بيطلع التيوب قعد يجرح كده على لارنكس عمل شويه لارنجال ايديما. بتتشاف كتير قوي لارنجال ايديما يا جماعه مع الامراض الحساسيه، في طفل مثلا عنده حساسيه من البينات، حساسيه من الفراوله، حساسيه من اكل. في انا شفت ناس طفل اتقرص بنحله واخد بالك عملت له جنراليزد ايديما في جسمه كله وبدا يحصل لارنجال ايديما، بتتشاف كتير. لارنجال كومبريشن رير. الحاجات الكرونيك معظمها كونجينيتال، معظمها حاجات كونجينيتال، لارنجو ماليشيا وتراكيو ماليشيا خدتوها في الاي ان تي ومش عليك خالص في الاطفال دلوقتي. لارنجال ويب او لارنجال سيست برضو خدتوها. لارنجال بابلوماتوز فاكرينها اللي هي بتاعت الهيومن بابلوما فيروس برضو مش عليك عندنا هنا في الاطفال. لارنج كونجينيتال فاسكولار رينج خلقت ربنا بلاد فيسل محوط التراكيه من فوق او من تحت، المفروض مثلا الاورتيك ارش مثلا بيمشي بيعدي من ناحيه واحده، لا ممكن تلاقي في حاجه اسمها بابورتيك ارش، اورتيك ارش معدي من قدام وارش كمان خلقت ربنا كده معدي من ورا يحضن التراكيه فيعمل عليها كومبريشن كرونيك كومبريشن. حاجات الكونجينيتال دي الطفل هيبقى عنده سترايدور سينس بيرش من عند الولاده، وبالتالي ما بيبقاش اكيوت، ما بيبقاش الطفل كان عنده فتره كويسه سليم وقول اوف ذا سادن جاله السترايدور، فلازم تفرق ما بين الاثنين لان الاسباب خدوا بالكم كومبليتلي ديفرنت. الاكوايرد لارنجال ستينوزس ده غالبا معظم حالات اللارنجال ستينوزس كانت بوست اكسكيوبيشن، كان مركب تيوب وقعدت فتره طويله والتيوب دي عمل شويه انفلاميشن وفايبروزس فضيقت. لارنجال تيومر والعياذ بالله من اسوء انواع التيومر، ربنا ما يكتبها على حد لانه على طول انفيسيف. اللارنجال باراليسز، لارنجال باراليسز فاكرين انتوا الريكرنت لارنجال نيرف باراليسز والحاجات دي اللي احنا ما كانتش عليها في النيونيت متهيألي عندكم في النيورو. تراكيال ستينوزس برضه التراكيال ستينوزس غالبا هيبقى بوست اكسكيوبيشن نتيجه الانجر اللي حصل وحصل كانوا اديما وفايبروس. من الواضح يا جماعه ان ذا كومنست كوزس والكوزس الاخطر في الاسترايدور هي الحاجات الاكيوت وكلها تقريبا تريتابل، على عكس الحاجات الكرونيك فيها حاجات كتير جدا التريتمنت بتاعها في منتهى الصعوبه، يمكن حاجات مالهاش علاج زي الماليشيات والحاجات دي مالهاش علاج اساسا. هناخد من القصه دي اللي مقرر عليكم الاكيوت انفكشوس سترايدور والاكيوت ايبيجلوتايتس. الاكيوت انفكشوس سترايدور ثلاث مجموعات، اللارنجو تراكيو برونكايتس، اكيوت لارنجايتس، وسبازموديك لارنجايتس. الثلاثه فيهم بيز بتاعه فايرال انفكشن. زي ما قلت لكم مش ده الموسم بتاع الحاجات دي، الموسم بتاع يعني تشوف كل كروب والاسترايدور ده هناك فين؟ في الشتاء، في داخله الشتاء. عشان كده انا رايي الشخصي ان الطلبه اللي بتتقال في القصص دي هي الطلبه اللي بتبقى مأجله مثلا امتحان الاطفال وبالتالي في موسم كتير فالاكزامر بقى اورينتد، او الناس اللي هم بياخدوا راوند الاطفال في الاول ممكن يتسال في الايه في الجزئيه دي لان الحالات بتبقى كتير دلوقتي تقريبا حالات.
الارينجو تراكيو برونكاي الايدج بريدكشن من 6 شهور ل 6 سنين، بعد كده رير جدا انك انت تلاقي حالات. الاكيوت لارنجايتس من سنه ل 3 سنين، الثاني برضو من سنه ل 3 سنين، واضح ان هم كلهم هيبقوا في البري سكول ايدج، يعني الشله دي مشتهره في البري سكول ايدج. الاولاني ويل بروفن ان في فيروس بتعمله البرا انفلونزا تايب 1 و3 والريسبيراتوري سينشيتال فيروس والانفلونزا والادمو فيروس. الاكيوت لارنجايتس شويه فيرال انفكشن يمكن مش انيوميريتد عندكم، لكن بيقول لك ان اكتر مكان بيبقى افكتد هو السب جلوتيك ريجون. السب جلوتيك ريجون اللي هي ايه؟ اللي تحت، مش السب ابيجلوتيك، السب جلوتيك اللي المقصود بيها تحت الفوكال كورتس، المنطقه من اللارنكس اللي تحت الفوكال كورتس دي بيسموها سب جلوتيك ريجونز. اللي فوق الفوكال كورتس بيسموها سوبرا جلوتيك ريجون. السباسموديك لارنجايتس فيها شويه كاركترز كده بيخليهم يقولوا احتمال يكون فيها فايرال انفكشن، لكن احتمال اكتر ان يكون فيها حاجه سايكوجينيك او اليمنت فيه الرجي، لان بتتكرر كتير. والفايرال انفكشنز يا جماعه يعني اللي عنده كروب ده ما بيتكررش عليه كتير، يعني ممكن يجيله مره مرتين في الـ في الـ في البيك ايدج اللي ممكن يحصل فيها الانفكشن، لكن السبازموديك لارنجايتس ده فيري فيري ريكرنت، يعني بيتكرر كتير قوي، لدرجه ان هو بيقول لك طب احتمال ما يبقاش بقى الموضوع فيه انفكشوس بيس، ده ممكن يبقى شويه الرجي او شويه حساسيه، شويه الرجي او حاجه سايكوجينيك. الحاجات اللي فيها فايرال اليمنت هتلاقيها بيرسيز بابر سبات انفكشن، وتقول لك ده كان عنده رشح من مناخيره وعمال يعطس ويكح، وبعد شويه بدا يطلع صوت الكحه الغريب ده، وصوته بدا ايه يبقى مفحوح. الاولانيه مودريت تو سيفير، الثانيه والثالثه بتبقى مايلد تو مودريت، يعني اسوأهم هو الاولاني طبعا من الاسم لارينجيو تراكيو برونكايتس، يعني واخد عرض مستمر فوق وفي النص وتحت مساحه كبيره. الثلاثه يبقى معاهم كروب كوف ويز هورسنس اوف فويس، صوته مفحوح شويه وعمال يكح كحه عامله زي صوت الديب زي ما قلت لكم، مش غير الكحه بتاعه الدكتوره، الكحه بتاعه الدكتوره دي كحه عاديه، لكن الكحه الثانيه برن كده كانك بتكح في مكان مقفول وبصوت عالي. عارفين حاجه شبه الباركنج كوف؟ عارفين باركنج كوف؟ عارفينها اسم لكن ما سمعتوهاش قبل كده. هحاول ان انا ابقى اجيب لكم حاجه على اللابتوب تسمعوا، لانها باثوجنومونيك على فكره، يعني وانس انك انت سمعتها على طول الولد ده عنده كروب على طول، او عنده ابر ايروي اوبستراكشن. الاولانيه ممكن يبقى معاها مودريت فيفر، الثانيه والثالثه ممكن تلاقي فيفر مايلد، وممكن ما تلاقيش فيفر خالص في الثالثه لو كانت سايكوجينيك او لو كانت الرجيك ما تلاقيش فيفر خالص. الاولانيه بما انها المور سيفير فممكن تلاقي الاسترايدور انسبيراتوري، ولو الدنيا ضيقت قوي تلاقي انسبيراتوري اند اكسبيراتوري. على عكس مين يا جماعه؟ الويزس، الويزس بيبدا اكسبيراتوري، ولو كان سيفير يبقى اكسبيراتوري اند انسبيراتوري. شايفين؟ هنا بنبدا انسبيراتوري، ولو قفل قوي يبقى انسبيراتوري اند اكسبيراتوري. الناحيه الثانيه النوعين الثانيين اللي هو الاكيوت لارنجايتس والسبازموديك لارنجايتس بيبقى انسبيراتوري سترايدور اونلي. ادر ريسبيراتوري ديستريس هنا اهو في النوع الاولاني، وده ممكن لو اسوشيتد مع ريسبيراتوري ديستريس هيبقى معاه سوبر ستيرنال اند سب ستيرنال ريتراكشنز. لو عملت عاده النوعين الثانيين غير انك انت تلاقي معاهم ريسبيراتوري ديستريس، وحاجات بتبقى فيري مايلد على فكره وبتريزولف لوحدها. النوع الثالث معاه ريكارنس زي ما قلت لحضراتكم، وده على فكره اللي خلاهم بيقولوا ان احتمال يكون في بيز من الرجي او في بيز من سايكوجينيك اليمنت. المهم لو عملت اكس راي لاترال، اكس راي لاترال فيو على النك في الطفل اللي عنده لارنجو تراكيو برونكايتس يبقى عنده حاجه اسمها ستيبل فايل. ستيبل يعني ايه؟ ستيبل معلوماتكم في الانجليزي زي معلومات. المنطقه اللي هي تحت اللارنكس يا جماعه، ده اللارنكس اهو، وادي الرنج بتاعت التراكيه كده، الميكوزا نورمالي بتبقى عامله كده، وادي الكوره من اللي جوه ده بتاع الاير واي. ماشي، لما بنيجي نعمل بلين اكس راي الهواء بيبان باللون الاسود، فيبان لحضرتك الكولم اوف اير ده وهو ماشي كده ستريت. لما بيبقى فيه لاتراكيو برونكايتس المنطقه بتاعت الابر اير واي بتبقى ايديمتس، فبتضيق، فتلاقي ان المنطقه دي ضيقه كده، السكتين اللي فوق دول ضيقين قوي كده. لو انت جيت تبص هطلع انا الكولم اوف اير ده بره كده يبان لك بالشكل ده كده. شايفين الضيق النرم اللي موجود فوق ده؟ ده بيسموه ستيبل ساين، ستيبل اللي هو برج الكنيسة. الناس اللي موجوده بره بيبقى فيها ابراج بالشكل ده بتبقى عامله كده فيسموها ستيبل فايل. غالبا يا جماعه الاكس راي نوت نيدد، غالبا نوت نيدد في الحالات اللي فيها ابر اير واي اوبستراكشن،
يا اما نوت نيدد لان التشخيص ايزي وكلينيكال، يا اما نوت نيدد زي ما هنشوف بعد شويه في الاكيوت ابيجلوتايتس لانها سيريس انتش محتاج انك انت تعمل اكس راي. لكن بقول لك لو عملت اكس راي على حاجه زي كده، لو عملت بس هنا بقى خد بالك الاكس راي غالبا مش يعني مش باثوجنومونيك، يعني ما تشوفش الستيرو ساين يبقى هي كذا، لا ده يعني احنا بنفسرها مع بعض كده ان شويه نارونج في الميوكوزا فوق يديك الشكل ده بنسميها ستيبل ساين، اعرفها وخلاص. لكن بيني وبينكم يعني عمرنا ما عملنا لحاله سترايدور، ما عملناها اكس راي. معظم التريتمنت بتاع الثلاث حاجات دول تقريبا ذا سيم، غالبا بيبقى هوم تريتمنت طالما ما فيش ريسبيراتوري ديستريس، يوجوالي هوم تريتمنت سو لونج از ذير از نو ريسبيراتوري ديستريس. اللي احنا بنعمله ايه؟ بنقول لهم بص هدي الطفل ما تقعدش تضايقيه عشان ما يقعدش يعيط، لان كل ما يعيط هيحزق يحصل كونجيشن، والكونجيشن هيزود الاير واي اوبستراكشن. كالم ذا بيبي خالص. حتى انا بالنسبه لي لما بيجي لي العياده بحاول ان انا اكشف عليه في رجل في حجر مامته، ما بنزلوش اقعده على الشيزلونج بالاو، بروح انا مقرب عليه كده واقعدي وخديه على حجرك واكشفيه وهو على كتفك وكل الكلام ده كله بكشف عليه وهو على رجليه. تاني حاجه لو انت عندك شويه هيموديفايد اوكسجين او ايفن هيموديفايد انهيليشن، اي بخار حتى لو كان ستيم انهيليشن، لو كان لما حد بيدخل التواليت ويشغل السخان ويطلع شويه بخار، ايفن البخار ده شغال بيعمل سورسنج افكت على الابر اير واي. في ناس كان اللي ما عندهمش بقى القصه دي بيروحوا جايبين شويه ميه يغلوها والطفل يقرب كده يشم الايه البخار المتصاعد من الميه اللي بتغلي. بس هنا بقول لك بي كيرفول عشان ما تعملوش بير ماشي. لكن ستيم انهيليشن او هيموفايد اوكسجين احيانا بيأليفيت الاوبستراكشن والولاد بيبقى كويس. لو الحاله يا جماعه تريت فورورد مفيش مشاكل، انزل سيب الرقم اللي جاي عندك ده وخد اللي تحته. الكورتيكوسترايد وبالذات الديكساميثازون سواء كان انترا ماسكولار او ايفن اورال، انترا ماسكولار او اورال بيدي افكت كويس قوي. يعني معظم الاطفال دول غالبا احنا بنديهم الفينادون والفيندكسين والابيدون الحاجات اللي فيها ديكساميثازون وبنروحهم البيت. لو كانت الحاله سيفير شويه في حاجه اسمها بوتزونايت انهاليشن عباره عن كورتيكوسترويد ان شاء الله هنبقى ناخده في باذن الله هناخده في البرونكيال ازمه. ممكن بخاخات البوتزونايت ممكن تدي ايه لها انتي انفلاماتوري افكت على الابر اير واي فتدي لوكال افكت كويس. طب لو الحاله سيفير نفكر بقى في الحاجه اللي هي اسمها راسيميك ادرينالين نيكولايزيشن. بنجيب الادرينالين الدوز اللي مكتوب على كل يمكن دوز مش دقيقه شويه، هي الدوز بتجيب 2 مللي من الادرينالين اللي تركيزه 1 الى 1000 زائد 2 مللي محلول ملح وتعمل لهم نوبلايزر، تحطهم في جهاز النوبلايزر تحولهم لبخار الواد يستنشقه. الادرينالين نوبلايزيشن ده على فكره بيدي دراماتيك ريسبونس. حصلت معايا في حاله كنت مره في الاستقبال في اخر فتره نيابتي، جاي لي ام بطفل عنده سترايدور، الولد من الريتراكشن الساب استرنال اريا بتخبط في الفيرتبرال كولم من ورا. متخيلين؟ يعني شايفين سيفير ديستريس، مفيش هواء بيدخل خالص قافل. بدات اتصل بدكتور الانف والاذن واتصلت بدكتور التخدير، قلت لهم يا جماعه استعدوا الولد ده محتاج اير واي، هنركب له اير واي لان الولد قافل. جبت الممرضه قلت لها لو سمحتي ادي له جلسه، كنت انا اول واحد بفضل الله سبحانه وتعالى في جلسه الادرينالين في الاستقبال اول واحد. طبعا بقى الناس كلها بتقعد ايه بتقعد تسرق مجهودات الاخرين، زي كنت عملت عارفين الاكستشينج ترانسفيوجن اللي بيتعمل عندنا في الحضانات، اول واحد جاب لهم الطريقه الجديده بتاعت الاكستشينج كنت انا في بنها التعليمي وجيت عرفتها لهم، وبعد كده راح واحد لطشها واخدين بال حضراتكم ايه قعد يقول لهم ايه انا اللي عامل الطريقه الجديده، طريقه اسمها التريبل يومن دي، بس الواحد ما بيتكلمش يعني. المهم فقلت لها ايه، انا قلت لهم بص انا لسه قاري كتاب في كتاب جديد كنت بجيب انا كتب صغيره ايام امتحانات الزماله والكلام ده، قلت لهم بص انا قاري في كتاب جديد ان احنا ممكن ندي ادرينالين نيكولايزر، لو سمحت بقى ادخلي على ما الدكاتره دول يجوا اعملي لنا بس جلسه ادرينالين بالشكل الفلاني. دخلت بعد 5 مينتس لقيت الطفل قاعد على السرير عمال يلعب مع مامته، عمال يلعبوا مع بعض والواد كان ما عندوش حاجه خالص، فيري دراماتيك ريسبونس. قعدت الولد شويه تحت الملاحظه ولقيت الولد اتحسن خالص مفيش مشكله، رحت كاتب له جرعه الكورتيزون والكلام ده وروحته، قلت له لو حصل مشكله ثانيه ارجع لنا، ما رجعتلناش. لكن هي فكره مشكله الادرينالين نيوتراليزر يا جماعه ان هو كل الكتب كاتبه الكلام ده ان دي ترانزينت افكت، الافكت بتاعه تقريبا بيقعد ساعتين ماشي، تقريبا بيقعد ساعتين.
المشكله الثانيه ان في بعض الاطفال وده رير جدا لكن ريبورتد في الكتب انه ممكن يعمل كورونا ريفازو سباز، يبقى عيبه ان هو ترانزنت افكت بيعمل حاجه اسمها ريباوند اوبستراكشن. رقم واحد ترانزنت افكت اند ريباوند اوبستراكشن ممكن يحصل بعد ساعتين. رقم اثنين كومبليكيشن فيري رير انه يحصل منه كورونري فازو سباز. طب امال فايدته ايه يا دكتور؟ فايدته ان انا بعد ما اديته للطفل مشيت دكتور التخدير ومشيت دكتور الانف والاذن قلت له مش محتاجكم في حاجه، مش محتاج ارتفيشال اير واي، يبقى انا كده لما اديت ادينوفلايزر الفييت ذا نيسيسيتي اوف، استبعدت خالص احتياجي لان انا اركب اير واي. ريديوس نيد فور انتيوبيشن، ما احتجتش ان انا اركب دلوقتي ده اندوتراكيال تيوب خالص. دي كونجيشن الادرينالين بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن للبلاد فيسلز اللي موجوده الكونجستد اللي قافله، دي كونجيشن. لا بيعمل فوسنج افكت، بيقول انه له انتو انفلاماتوري افكت. هو انت ليه لما بتيجي حضرتك الواحد مثلا بيبقى عنده بين وكده بيقعد يعمل عارفه نظام التكنيكال او التكنيشن ميديسن، الناس تقعد تقول لك بيكب على منطقه الالتهابات ومش عارف حاجات انتي انفلاماتوري افكت، ما بيعملش ما بيزودش، لا بالاضافه انه بيعمل ليكوفاكشن لاي سكريشنز بتبقى موجوده فبيوسعها. الادرينالين اللي مكتوب عند حضرتك اسمه راسمك ادرينالين، كلمه راسمك معناها ان الادرينالين بيحتوي على ال والدي ايزومرز، مش ال ايزومر لوحده ولا دي ايزومر لوحده، بيبقى ميكس من الاثنين. سيفير كيسز هتحتاج تعمل ميكانيكال فنتليشن، ريرلي تحتاج تعمل تراكيوستومي. اكيوت اوبوجلوتايتس او سوبرا جلوتايتس، كان السبب الشائع زمان هو الموكلس انفلونزا تايب بي، قل الانسيدنس بعد الفاكسينيشن، ريرلي بالستاف او النيموكوكاي او الستريبتوكوكاي. البيك ايدج من سنتين لسبع سنين، طفل بيجي لك العياده داخل توكسيك، يمكن انا شفت ما اعتقدش ان انا شفت حالات منه لكن في حالات كنا بنشك فيها انها اكيوت اوبوجلوتايتس. بيجي لك طفل من سن سنتين لسبع سنين توكسيك تشايلد، هاي فيفر حرارته معديه ال 40، مش قادر يبلع علشان الابيجلوتوس الملتهبه جامد جدا في زوره، عامله كان في زوره فيه خراج من جوه ما بيقدرش يبلع، فتلاقيه درولنج اوف سلايفا. غالبا الواد ده السترايبر عنده فيري مفلد ضعيف، الكوف عنده ضعيف او ايفن ممكن يبقى ابسنت، صوته هورس صوته رايح. الطفل بيفضل الابرايت بوزيشن، ما يحبش حد يحركه لان اقل حركه، عارفين لما يكون واحد عنده خراج في حته ما يحبش حد يقرب منه، وبالتالي لما يبقى عنده الخراج ده في زوره ما يحبش ان هو يتحرك لا شمال ولا يمين ولا يروح كده ولا كده. بعدين في نقطه كمان، اقل حركه على الطفل اللي بجلوتوس منفوخه، بدل ما هي ورقه كده منفوخه عامله زي البالونه، تروح قافله الابر اير واي تعمل اوبستراكشن اند ديث. عشان كده يا جماعه المورتاليتي ريت بتاعه الاكيوت اوبجلوتايتس كانت قبل اكتشاف الفاكسين 70%، 70% من الحالات اللي كان دي، ده اكتر من المنينجايتس. لكن بعد الفاكسين ما طلع المورتاليتي ريت بقت اقل من 3%. يبقى ايه رايكم في الفاكسين بقى؟ كوست افكتيف ولا مش كوست افكتيف؟ الناس اللي بتقعد تصرف فلوسها على حاجات مالهاش لازمه، سبيتر انك انت تصرف فلوسك على تطعيم الطفل بتاعك. ومفيش حاجه اسمها ايدج للفاكسين على فكره، في حاجه اسمها كاتش اوف فاكسينز. اي بني ادم في اي سن ممكن يطعم. ماشي؟ لو لعبت في دماغك انك انت الولد ده حاله نادره، ده حاله اكيوت ايبوجلوتايتس نادره، ايه رايك ان احنا نبص كده ونشوف ايبوجلوتوس وهي منفوخه وحمراء باللارنجوسكوبكس كونترا اندكيتد، انك انت تعمل للطفل لارنجوسكوبي ايفن او any other stressful maneuver because it can precipitate acute airway obstruction and can may be fatal، ممكن تبقى fatal. طيب مكتوب تحت ان بي في الاخر خالص، ان بي كده في بلوك صغير، لو انت عملت اكس راي للطفل ده لاترال فيو هيطلع لك حاجه اسمها صامب ساين، تلاقيه كان الابيجلوتس واقفه كده عامله زي الصباع الصامب كده، الشادو بتاعها باين قوي. طب نعملها ولا ما نعملهاش؟ لا، لان ده برضه ستريسفول مانوفر ما ينفعش تعمله. طب لو حبيت ان انا اعمله يقول لك ما ينفعش تعمله لو اضطررت لكده، روح انت والموست سينيور دكتور التخدير والموست سينيور من دكاتره الاي ان تي، تروح معاهم انتوا الثلاثه
الثياتر بتاع الاكس راي، ان اي حاجه ديستريسفول للطفل بالشكل ده ممكن تبريسيبيتيت اكيوت اوبستراكشن. It is a medical emergency. Once suspected, you have to admit the child to ICU. ده خالص غير الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده خالص. اول حاجه نعملها للطفل ايه؟ انا هديكم اقتراحات. اول حاجه نديها للطفل ان احنا نركب للطفل ده ماسك ونديله اكسجين. نركب للطفل كانولا ونبدا له انتي بايوتيك بسرعه. نحاول نبص على الابيجلوتس كده بخفض اللسان. طب نعمل له بلين اكس راي على النك. ايه رايكم في الاربعه دول؟ تعمل انهي فيهم؟ حد عايز يعمل حاجه ثانيه؟ اي حاجه من الاربعه دول، ايه رايك؟ ولا حاجه من الاربعه. ايفن الاكسجين، ما تدوش اكسجين خالص. امال اعمل ايه وانت بعيد عنه؟ خد يا ماما اطلعي بالاي سي يو، انا مش همد ايدي عليه. انت شايفه كده اهو كلينيكالي، طلعي الاي سي يو. طلع الاي سي يو، السيتر جاهز، جهاز التنفس الصناعي جاهز جنبك، دكاتره التخدير موجودين ودكاتره الانف والاذن، وانت على اعتبار ان انت الموست سينيور موجودين. ها اعمل بقى ايه اول حاجه تعملها له؟ ارتفيشال اير واي، لازم تركب له تيوب. ليه؟ لان هيحصل اوبستراكشن. هتيجي تركب له كاميرا او مع اول عيطتين اتنين بس هيروح داخل في اوبستراكشن ويموت. هتيجي تركب له الماسك هيبقى ديستريز، ممكن يموت. ولو قفل، لو البالونه دي قفلت اللارنكس ده بتتحشر يا جماعه زي فورم بودي كده، قافل خلاص مات. الاول حاجه ارتفيشال اير واي ريجاردلس ذا ديجري اوف ريسبيراتوري ديستريس، ويتنها ان بليس لمده من 2 ل 3 ايام لحد الانفلاميشن ما يريزولف. بعد ما ركبته اعمل اللي انت عايز تعمله بقى، اديله اوكسجين. بعد كده اديله الترتيب هنا مهم على فكره، يعني محدش يجي بقى في الامتحان يفتكر الاكسجين الاول يروح حاطه الاول، مش عايزين لعب العيال. الترتيب ده مهم. اوكسجين كالشر اوف ذا بلاد اند اف بوسبل. على فكره بيجي لنا في امتحانات الزماله كده، بيجي لك في امتحانات الزماله كل حاجه من الاختيارات تنفع وصح، لكن هو عايز الترتيب بتاعها ايه؟ ايه اللي انت هتعمله بالظبط في الواقع؟ اوكسجين انهيليشن شر اوف ذا بلاد اند اف بوسبل من السيرفيس بتاع الابجلوتش، بس بعد ما تكون انشورد الاير واي. انتيبايوتيك بنبدا بالامبسيلين سالباكتام او السيرد بارنترال سيرد جنريشن كيفالوسبورين، وغالبا بكلنا بندي سيكترايكزون انت دراج اوف تشويس في حالات الهيموفلس انفلونزا، وبنكمل انتيبايوتيك من 7 ل 10 ايام. ماشي. جنرال جايد لاينز فور تريتنج سترايدور، ده تجميع على الكلام اللي فات. بقول لك معظم حالات الاسترايدور تتعالج في البيت عادي جدا، بالذات لو ما معاش ريسبيراتوري ديستريس والطفل ايبل تو نيرس تو فيد، يعني الواد بيقدر ياكل ويشرب طبيعي، مفيش ديستريس، ممكن تعالج الحالات دي في البيت طالما مفيش ديستريس او مفيش فيفر. خدوا بالكم ان اللاند مارك بتاع الاكيوت بيجروتايتس هو الهاي فيفر والتوكسيميا. الهاي فيفر والتوكسيميا بالاضافه بقى لشويه الحاجات الثانيه. وعايز اقول لكم على حاجه، مش كل حالات السيفير سترايدور معاها مش كل حالات السيفير سترايدور هي سيفير كونديشن. يعني احنا شفنا السيفير كونديشن زي الاكيوت بيجروتايتس معاها مينيمال سترايدور. فاهمين؟ يعني مش اصل كان في بعض الكتب كاتبه ان في الاكيوت بيجروتايتس سترايدور بقى سيفير، لا خالص، ده الواد ممكن ما بيطلعش صوت، مش قادر يطلع صوت اصلا. العمليه عمليه عكسيه. الهوم تريتمنت عباره عن ستيم انهيليشن اند هيوميديفايد انهيليشن، اي حاجه تكون هيوميديفايد فيها بخار ميه او ستيم بخار زي ما قلنا ممكن تبقى كويسه. في ناس بيعملوا حاجه اسمها زابوزول ويحطوا اعشاب كده على ميه ويبخروا الاعشاب ويشموا، لكن يعني الحالات اللي هتدخل المستشفى هي الحاله اللي انت شاكك ان فيها مشكله ريسبيراتوري ديستريس او الاير واي هيقفل، او لو انت شكيت انها ايبوجلوتايتس. هم دول الاثنين دول اللي لازم يدخلوا المستشفى. في المستشفى افتكر الايه؟ الخمسه ار. اعمل له ريست، ما تعملوش اي ديستربنس، كالم ذا بيبي واعمل له ريست. ويفضل ان هو لو انت شاكك في ايبوجلوتايتس يا دكتوره ان الريست يبقى ان ابرايت بوزيشن. يفضل ان يبقى ان ابرايت بوزيشن. بقول لك ايه؟ دونت بوش ذا تشايلد تو لاي داون. مش بالقوه تخليه ينام، قعده في الوضع اللي هو مريحه. ما تخلوش ينام غصب عنه على ظهره. بالذات لو كانت اكيد ايبوجلوتايتس يو ميبر سيبتيت اوبستراكشن. تابع الريسبيراتوري ريت وعلامات الريسبيراتوري ديستريس. اديله فلويدز لو كان ديستريسد ومش قادر يرضع او مش قادر ياكل ولا يشرب.
ابعد عن اي حاجه تعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، يو هاف تو افويد ات. ريليف الهايبوكسيا عن طريق الانهيليشن اوكسجين، هي مضادات اوكسجين انهيليشن. ثم السبيسيفيك تريتمنت اللي احنا خدناه قبل كده. في السبيسيفيك تريتمنت يا جماعه في غلطه صغيره عندكم، هتكتب التريتمنت بتاع الاكيوت انفكشوس كروب اللي خدناه قبل كده، اللي هي الادرينالين انهيليشن والحاجات السبيسيفيك بتاعته دي، اكيوت ايبيجلوتايتس مش اكيوت لارنجايتس. ما هو اكيوت الاكيوت لارنجايتس بتتعالج زي مين؟ بتتعالج زي الكروب العادي، ما هو التريتمنت بتاعهم كله ذا سيم. فدي غلطه، معلش شيلوا كلمه لارنجايتس واكتب اكيوت ايبيجلوتايتس لان لها سبيسيفيك تريتمنت هي كمان. ثم اللارنجال اديما لها برضه هي كمان سبيسيفيك تريتمنت، هعمله لكم دلوقتي. في اللارنجال اديما هنعمل شيور اي بي سي، يعني لو جالك طفل عنده لارنجال اديما انشور اي بي سي على طول في الاول، اير واي بريثنج سيركيوليشن. وانت بتنشور الاي بي سي هتعمل في ثلاث حاجات، في ثلاث حاجات هتاخد بالك منهم. رقم واحد هياخد طبعا اوكسجين انهاليشن، ده قاعده للكل. لما تركب له كانولا ممكن تدي له فيها هيدروكورتيزون 10 مللي جرام بير كيج اي في، هيدروكورتيزون 10 مللي جرام بير كيج اي في. في السيفير كيسز ممكن تدي ادرينالين، ادرينالين 1/10 مللي، مش مللي جرام، مللي لتر يعني، 1/10 مللي بير كيج اوف 1 إلى 10,000. الادرينالين تركيزه 1/10، 1/10,000. رقم أربعة، رقم أربعة artificial airway. في اللارنجال الإديمة برضه artificial airway by the most senior doctor، يعني شوف most senior دكتور تخدير بالذات يركب air artificial airway. تاني كده هندي oxygen inhalation، ABC هندي oxygen inhalation، هيدروكورتيزون 10 مللي جرام بير كيج اي في، ادرينالين 1/10 مللي بير كيج من اللي تركيزه 1/10,000. خد بالكوا الادرينالين والبلازا كنا بنديه 1/1000، لكن ده 1/10,000 لانك انت بتديه اي في. هناخد ريسك صغير وبعدين ناخد الحته بتاعتنا دي عشان نمشي. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، ان ياما حالات انا كنت قاعد في قصر العيني في مره، وجت حاله ميتابوليك، والدكتور راح لقيته كاتب ايه، البنت جايه بحاجات سكليتال ماشيه كده، رجلها بتخبط في بعضها وشكلها غريب شويه. فلقيته وانا قاعد معاه في عياده غرفه السمع، راح كاتب ايه، تحول عياده العظام. قلت له يا عم تحول عياده العظام ايه، ده حالتنا. قال لي حالتنا ازاي؟ قلت له ده حاله موركوف سندروم، يعني الحاجات اللي احنا قاريينها حاجه اسمها موركوف سندروم. فهناك ابعدي عن الاسماء الرنانه. امبارح جالي حاله في العياده بوليوريا وبوليديبشن، وراحت لدكتور كبير في المنصوره، والدكتور الكبير في المنصوره بتاع كده راح مودها لدكتور
زميله في الغدد الصماء على 3 ايام، قعد يعمل انفستيجيشن وقال لها ابنك عنده سايكوجينيك بوليديبسي. يعني ايه؟ قللوا له الميه. جات للست امبارح الولد ديش مورفك، شكله مش مظبوط، والطفل بطنه بتتنفخ. متخيله؟ الولد بطنه بتتنفخ. ده مستحيل يكون سايكوجينيك بوليديبسي، مستحيل. وطلع الطفل ده انتل بروف اذر وايز هيطلع رينال تيوبلر ديس اوردر، عامل له البوليوريا وعنده هايبوكاليميا. فاهمه ازاي؟ في حاجه اسمها كلينيكال سنس يا جماعه، مش ما ابعدي عن الاسماء الرنانه. الاسماء الرنانه دي احيانا كتير جدا بيطلع تحتها فراغ فكري، بس ده اللي انا عايز اقوله لك يعني. واحنا قدرنا كده ان احنا في الزقازيق مالناش اسم، لكن الزقازيق فيها دكاتره شاطرين بيفكروا. تلاقي الدكتور في القاهرة، والله العظيم أنا بشوف دكاترة والله ما بيعرفوا حاجة، وتلاقي كشفه 300 جنيه في مصر وبالحجز، ولا بيعرف أي حاجة خالص، أبيض. أنا كنت شغال في مستشفى تبارك، كان أكتر واحد شغال معايا ناس شغالين مش معاهم ماستر أطفال أساسا. أمال شغال إزاي؟ كده يعني على البركة، سخن أنتيبايوتيك مع أنتيبايوتيك، مش عارف كذا أنالجيسيك، وايه ويقعد بقى يدي انالجيسيك من الحاجات التقيله، والواد لما يجي سخن في الاول انجكشن اول يومين ومش عارف ايه. طبعا الاحوال اللي ما تصرش حد يعني. هناخد ان شاء الله انترودكشن للشيفت اكزامينشن. امبارح على فكره انا قلته لزمايلكم بمنتهى الصعوبه، يعني حسيت بصعوبه لاول مره وانا بقوله، معرفش ليه. جايز لان هم قالوا لي ان هم مش ما خدوش لسه في البطن، ما خدتوش الشيست اكزامينشن في البطن. انا هقول لكم بمنظور اخر. لما باجي ادخل على حاله شيست بعمل جنرال اكزامينشن ولوكال اكزامينشن. سيبك من الجنرال وخليك في اللوكال. لما اجي على اللوكال اكزامينشن اول حاجه بعملها على الطفل حاجه اسمها بيرنج. انا هتكلم جنرالي افهمهم، وبعدين في الاخر احفظ لي الجدول ده. هعمل بيرنج. بيرنج يعني ايه؟ هعرف الطفل منين لمنين. لما تيجي تعمل شيست اكزامينشن غالبا بنعرف الطفل من الابر ترانك لحد الميد ابدومن عند مستوى السره. يبقى انا اول حاجه عملتها ايه؟ سبيرنج، عرفته. ثاني حاجه هنايم الطفل قدامي، اشغل عينيا، اقف جنب الطفل ابص على صدره، وبعدين اروح جاي عند رجليه كده وهو نايم قدامي كده، انزل تانجنشال وابص على صدره وهو بياخد نفسه بشكل طبيعي. بعمل انسبكشن. الانسبكشن اللي انا هعمله لحاجات كتير. هعمله مثلا للريسبيراتور ريت، هعمله مثلا اشوف فيه علامات ديستريس ولا مفيش، في سكارز ولا مفيش، في بيجمنتيشن ولا لا، في بلسيشن ولا لا. وكمان هعمله عشان حاجتين مهمين جست اكزامينشن، حاجه اسمها الموفمنت والشيب، حركه الشيب على الناحيتين الاثنين، والايه؟ والشكل. من نعمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو خالق لنا من حاجات اثنين، الكدني اثنين، الليمبس حبة اثنين، الاي اثنين، اللنج اثنين. فانت هتستغل القصة دي في حاجة اسمها كومباريزون، هتقارن ما بين اليمين والشمال في الشكل وفي الحركة بتاعته. ده بالانسبكشن. في البلبيشن هبدأ اروح مقرب من العيان، احرك ايديا. غالبا يا جماعه، مش الكلام اللي انا بقوله ده اخد عليه فلوس جامده يعني، غالبا لما تيجي تعمل بلبيشن في الشيست واليوز وان هاند، ايد واحده هتمد، تحط ايدك الثانيه ورا ظهرك واستخدم ايد واحده وانت بتعمل بلبيشن. الكلام ده كله هيبقى فيري فاليد باستثناء لما تعمل بلبيشن علشان تكونفيرم وات يو هاف سين باي انسبكشن. من الحاجات اللي انا شفتها بالانسبكشن الموفمنت بتاعت الشيست، عايز اكونفيرم اشوف الموفمنت كويسه ولا لا. هبدا اعمل شويه حركات هقول لكم عليها دلوقتي. حركه الشيست من تحت بتبقى سايد تو سايد، فاحزم الولد بايديا الاثنين كده. حركه الشيست من قدام بتبقى انتروبوستيرو، فاحط ايديا ايه على الابر تشيست كده قصاد بعضهم. ثم بعد كده هعمل الحاجات السبيسيفيك قوي للبلبيشن، اللي هي ان انا اشوف المدياستاينم سنترال ولا مشدود ولا ملفوق،
البوزيشن اوف ذا ميدياستاينم، ثم اشوف ذبذبات الصوت اللي عند الطفل لما بتنتقل للشيست وول، اعرف احسها بايديا كلير ولا لا بتسميها تاكتايل فوكال بريمتر او تي في اف. هنا هستخدم 1 هاب. بعد كده هبدا استخدم ايديا الاثنين فيما يسمى بيركشن. اللنج مليانه هواء، المفروض ان انا لما اخبط على اللنج بالراحه لايت بيركشن يديني ذبذبه معينه احسها تحت صوابعي، فاقول ان اللنج دي ريزونانت. ولا في مشاكل ممكن تخلي الصوت ده مشوب او الصوت ده رايح خالص، هقول ان في دولنس او السكين دولنس، ده هنعمله بحاجه اسمها بيركشن. المرحله الثالثه الرابعه، احط السماعه بتاعتي على اماكن متقابله من الشيست على اليمين والشمال عشان اسمع دخلة الهواء وهو داخل وهو خارج، وهل يا ترى هناك اصوات اخرى غريبه ولا لا. يبقى دي مرحله الايه؟ الكمبيوتر. هاخدهم مرحله مرحله بسرعه. قبل ما اتكلم على اللاينز بتاعت الاكزامينشن اللي انا هتكلم عنها، هقول لك طب انا ايه الامراض اللي هتعدى عليا في المنهج عشان ابقى انا متخيل انا بدور على ايه. المرض الاولاني هو مرض حصل فيه كونسوليديشن لللنج، هنسميه نمونيا. اللنج يا اخوانا الاستراكشر بتاعها اير واي صغير بيوصل في الاخر لساك اسمها الفيولاي او اسمها فيزيكل، لايند من بره بفيزرال بلورا، ثم بلورا الكافيتي فاضي خالص، وبعدين الشيست وول من بره. في حالات النمونيا حصل سوليديشن للالفيولاي دي، الالفيولاي بقت كونسوليديتد، بدل ما هي عباره عن اكياس هواء وانشلات هواء اتملت انفلاماتوري سيل وشويه ميه وشويه بكتيريا، فبقت ايه؟ مصمطه بالشكل اللي قدامك، ما بيوصلهاش هواء اصلا. فده كونسوليديشن. كونسوليديتد الفيولاي جنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها واخده الاركتكتشر بتاعت وان لوب، هنسميها لوبر نمونيا. لو كانت الالفيولاي كونسوليديتد سكاترد بعيده عن بعضها، يعني الفيولا السليمه وجنبها واحده تعبانه وبعدين واحده سليمه وواحده تعبانه، وكمان انفولفد مع شويه التهاب في البرونكيال تري، هنسميها برونكو نمونيا. يبقى البرونكو نمونيا دي فيول وباتشي، لكن النمونيا اللوبر نمونيا انا بتكلم على حاجه واخده ايه؟ وان لوب على بعض كله كونسوليديت. النمونيا والبرونكو نمونيا هو ليجن خاص جدا باللنج، داز نوت انفولفنج البلورا، ملوش دعوه بالبلورا الكافيتي خالص، ما خرجش بره حدود الايه؟ اللنج. المرض الثالث اللي هنتكلم عنه، لو بدا ينشع ميه انسايد ذا بلورا الكافيتي، البلورا الكافيتي اللي كانت فاضيه اتملت ميه. بنظريه السيرفس تنشن بيقول لحضرتك ان لو في ميه هتتجمع في البلورا الكافيتي هتملى التجاوز اللي موجوده تحت الاول اللي هي الكوستو فرينك انجل، وبعدين الميه تبدا تطلع 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 لفوق، كل ما بتزيد تطلع لفوق. وهي طالعه لفوق يا دكتور هتلاقي ان مستوى الميه عند الشيست وول من بره اعلى من مستوى الميه عند الميدياسباينم جوه. ليه؟ نظريه السيرفس تنشن. لما يبقى في جدار حواليا من بره الميه تقعد تتشعبط عليه وتطلع اكتر ما بتطلع عند الميدياسباينم، لان مفيش حاجه تتشعبط عليها، ده الدنيا سايبه في النص. فدايما يقول لك ان البلورال افيوجن الابر بوردر بتاعه ما بيبقاش ستريت، بيبقى رايزنج تو ذا اكزيلا. رايزنج الاكزيلا معناها ايه؟ ان الليفل بتاع الافيوجن بيبقى اعلى عند الشيست وول اللي هو ناحيه الاكزيلا منه ناحيه الميدياسباينم في الميد لاين، يبقى بالشكل ده كده. طب فوق البلورال افيوجن ايه؟ على حسب درجته، ان شاء الله هناخد الكلام ده بعد كده. لو البلورال افيوجن كان ماسيف يبقى هيموثوراكس واخد الشيست كله، لكن لو كان مايلد تو مودريت اكيد هيبقى فوق الليفل اوف ذا افيوجن في فانكشننج لانج. في ايه؟ فانكشننج لانج، وممكن تلاقي كمان جنب الفانكشننج ده حته بلورال سبيس فاضيه. طب ايه رايكم لو دخل مع الميه دي شويه هواء؟ الهواء هيطلع لفوق والميه ترقد لتحت، ويبقى الفاصل ما بين الميه والهواء ستريت بوردر، مش رايزنج تو ذا اكزيلا بقى ستريت بوردر، سماها هيدرونيمو سوركس. في الهيدرونيمو سوركس هتلاقي الميه شبه البلورال افيوجن راقده تحت وطالعه لفوق، لكن على خلاف البلورال افيوجن في فرقين. الفرق الاولاني ان البوردر هنا بقى ستريت، الليفل بتاع الافيوجن عند الميدياسباينم قد الليفل بتاع الافيوجن عند
الشيست وول من بره. فاهمين؟ الفرق الثاني ان اللي فوق البلورال، اللي فوق الميه فري اير في البلورال كافيتي، اير مش جوه اللنج، ده فري بره خالص، وبالتالي اللنج هتلاقيها غالبا كولابسد، وتلاقي الهيموثوركس ده كله باثولوجيك من فوق لتحت، على عكس البلورال افيوجن. في البلورال افيوجن المكان الباثولوجيك هو المكان اللي فيه ميه، فوق الميه كان فيه فانكشننج لنج. في الهيدروهيموثوركس لا، مفيش فانكشننج لنج خالص، لان فوق هواء اوت سايد الالفيولاي وتحت ميه. صح؟ عايزك بس تتخيل الايه الليجن ده الهيدرونيمو سوركس. خدوا بالكم يا جماعه، الميه في البلورال فيوجن نوت فريلي موبايل، بمعنى ان انت لو جيت على الولد ده وقعدت تهزه كده الميه ما تتحركش براحتها، لان في فوق فانكشننج لانج. لكن في الهيدرونيمو سوركس الميه فريلي موبايل، تقدر تحركها زي ما انت عايز. ليه؟ لان خلاص بقى فوقها هواء، هواء يبقى كانك بتتكلم على ابريق ميه، ستريت بوردر، ميه تحت وفوق، لقه براحتك زي ما انت عايز. لكن هنا لا. المرض الثالث هواء اكسترا الفيولار، طلع بره الالفيولاي وقعد يكتر 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 يكتر، وراح عامل بوزيتيف بريشر، عمل حاجه اسمها نيمو سوركس. نيمو سوركس واكيد هيعمل بريشر كولابس على مين؟ على الابس لاترال لانج. المرض الاخير اسمه لانج كولابس. في عندكم حوالي اربع او خمس انواع من الكولابس هتدرسوهم. الكولابس المقصود بيه هنا هو الكولابس اللي حصل لللانج نتيجه اوبستراكشن في الاير واي. لو انت الاير واي اللي بيودي الهواء هنا نتيجه فورم بودي مثلا قفل هنا كده، اللانج دي ما عادش بيدخل لها هواء ولا بيطلع منها هواء، يحصل حاجه اسمها ابزوربشن كولابس. الهواء اللي موجود جوه يمتص في البلاد فيسلز اللي حواليها، اللنج عماله تكش 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 تكش، وتروح سايبه مكانها هنا فراغ. هل الفراغ ده عباره عن هواء؟ لا، ده نيجاتيف بريشر موجود جامد جدا هنا، فراغ وليس ميه، وليس ميه ولا هواء ولا هواء، ده فراغ لا شيء. ماشي؟ يبان في الاكس راي لونه ابيض. الفراغ يا جماعه ما بيبانش، بيبان لونه اسود الهواء، لكن ده لو شفتها في الاكس راي هيبان لونها ابيض، مفيش فراغ زي اللي موجود على سطح القمر كده، مفيش هواء. يعني تتخيلوا الحاجات دي، وان شاء الله الحاجات دي هتدرس ليتر اون، واحد ورا الثاني. خدوا بالكم بس بصه سريعه تاني، النمونيا والبرونكو نمونيا البلورال سبيس نورمال، مفيش فيها لا بوزيتيف بريشر ولا نيجاتيف بريشر، العادي بتاعها. في الانفيوجن والهيدرونيمو سوركس، والنيمو سوركس دي بوزيتيف بريشر، بوزيتيف هيزق. في الكولابس في نيجاتيف بريشر عشان في فراغ، هيصك هيشفط. تعالوا نعمل بقى واحده واحده كده، اعمل انسبكشن، بص بعينيك على الموفمنت. قاعده في الشيست بتقول لك ان اي حته بصعبه صورج في ناحيه من الشيست الموفمنت بتاعتها هتقل. هتتاكد من الكلام ده بعينيك وبايديك بعد شويه وانت بتعمل بلبشه. بعينيك هتلاقي في ديكريز موفمنت. الديكريز موفمنت في النمونيا هنا هتبقى على الناحيه الافكتد، هنا هتبقى باي لاترال، هنا على الناحيه الافكتد، هنا على الناحيه الافكتد، في النيمو سوركس على الناحيه الافكتد، في الكولابس على الناحيه الافكتد. في ديمينيشد موفمنت. عرفت ازاي يا دكتور؟ قارن الناحيتين ببعض، هتلاقي واحده بتتحرك كويس والثانيه ايه؟ حركتها سلجش. طب عايز اتاكد، اطلع حس بايديك بعد شويه في البلبيشن. على الابر تشيست حط ايديك الاثنين كده فوق، فوق الابر تشيست، علشان حركه الشيست من فوق بتبقى انتروبوستيريور. على اللور تشيست حزم الطفل بايديك وخد فولد من السكين وشوف الديستانس ما بين تو ثامب. ولو عايز تتاكد اكتر خد حزم الطفل بالمزوره ودور على حاجه اسمها شيست اكسبانشن، تقدر تحسب الفرق ما بين اند انسبيريشن واند اكسبيريشن. الكلام ده هنسيبه للكلينيكال، لكن اي كان في ان انا اقدر اعرف انهي الناحيه اللي فيها ديمينيشد موفمنت على الشيست، وبالتالي اتوقع ان هي دي اللي فيها الليجن. تاني حاجه بص للشيب، هو مقصود الشيب هنا سيمتريه، هل هما الاثنين في نفس الليفل؟ ولا واحد طالع لقدام ولا عليه بلج؟ ولا واحد داخل لجوه ولا عليه ريتراكشن؟ القصه دي هتعتمد عليها، هتعتمد هل الليجن اللي انت بتتكلم عنه خرج بره حدود اللنج وغير في البوزيتيفيتي او النيجاتيفيتي بتاعت البلورال سبيس ولا لا؟ لو ما خرجش زي النمونيا والبرونكو نمونيا يبقى مفيش، يبقى الشيب هيبقى نورمال.
ولا في بلج ولا في ريتراكشن، في ديمينيشد موفمنت لكن مفيش حاجه مسبوقه لقدام ولا فيش حاجه فقد لجوه. لكن في الافيوجن والهايدرونيموثوركس والنيموثوركس في بوزيتيف بريشر، فهتلاقي الناحيه الافكتد بلجت صح. هي عندكم بس لازم ايه الخطين دول كان المفروض ان هم يتسيحوا بحيث الكلمه تبقى على عامه على الكل يعني. ففي الثلاثه دول هتلاقي في شيفت بلج على السين سايد، في الكولابس هنلاقي في شيفت ريتراكشن لان في نيجاتيف بريشر. ماشي. يعني انا كنت بديكوا النهارده احسن من امبارح بكتير جدا، لكن للاسف واقفين بره. مش هبقى مركز خالص. انا كنت اتكلم على ايه؟ هضطر ان انا اجري بقى. في البلبيشن هنبص على حاجتين في البلبيشن، البوزيشن بتاع الميدياسباينال والتي في اف. بوزيشن اوف ذا ميدياسباينال، اللور ميدياسباينال بنعرف البوزيشن بتاعه بالايبكس. الابر ميدياسباينال بعرف البوزيشن بتاعه بالتراكيه. نورمال التراكيه سنترال ديفيتد سلايتلي توردز ذا رايت سايد. اعرفها ازاي؟ بحط صبعي مره هنا، مره ما بين الستيرن كلودو ماستويد والتراكيه، ومره ما بين الستيرن كلودو ماستويد والتراكيه. لو انت لقيت في ريزيستنس في داخل صبعك في مكان عن الناحيه الثانيه، يبقى الميدياسباينال جاي الناحيه. حاجه من اثنين، يا اما الميدياسباينال جاي نتيجه ان هو مزقوق او جاي نتيجه ان هو مشفوط. طيب في النمونيا والبرونكو نمونيا في تغيير في البلورال سبيس بريشر؟ لا، يبقى سنترال ميدياسباينال. لكن في الافيوجن والهايدرونيموثوركس والنيموثوركس هنلاقي ان هو ايه؟ بوشد، فهنلاقيه مزقوق للايه؟ للاوبزيت سايد. لكن في الكولابس هنلاقيه فاكت، هنلاقيه مشدود ناحيه السيم، ناحيه السيم سايد. التي في اف هو الصوت اللي بيطلع من الذبذبات ده، وحضرتك تحط ايدك على الشير من بره تحس الذبذبات تحت ايديك بوان هاند، بايد واحده بعملها كده، اخليه يقول اربعه اربعه او يعيط واحس الذبذبات تحت ايدي مره كده ومره كده. وبعدين انتوا شايفين ايديا ما بتوجهها ازاي، بعد كده اروح موجه ايديا كده، بص كده ها، واليد ده بيبقى هوريزونتال كده. ثم في اللور شيست شايفين ايديا متجهه ازاي كده وكده ليه؟ برافو عليك، مع الدايركشن مش بتاع الريس، مع الدايركشن بتاع الاير واي. الاير واي كده ثم كده ثم كده عشان تعرف تحس صح بايد واحده وتقارن يمين بشمال. الحاجات اللي بتعلي، الحاجات اللي هي النمونيا والبرونكو نمونيا، حصل كونسوليديشن، الصوت ينتقل في الاجسام الصلبه اعلى، فالاثنين دول يعلوا التي في اف. في حين ان وجود اي لير ثانيه زي الميه او الهواء والميه او الهواء او الفراغ، الحاجات دي كلها هتقلل التي في اف. هتقلل التي في اف، ماشي؟ ننزل تحت على البركشن. الروز اوف بركشن هتبركس لاين باي لاين اند سبيس باي سبيس، وتقارن الشمال باليمين، ماشي؟ البركشن الطبيعي يا جماعه النوتس بتاعتنا اللي بتطلع من البركشن، يا اما ريزونانت اطلع فوق، هايبر ريزونانس اطلع فوق كمان، تمبانيتك ريزونانس انزل تحت، اكتب امبيرد نوت ثم دولنس ثم ستوني دولنس. شايفين الكاتيجوري الكبير ده؟ نورمالي في النمونيا والبرونكو نمونيا هنلاقي في امبيرد نوت، في الافيوجن هتلاقي في الافيوجن والهايدرونيموثوركس هتلاقي فيه دولنس او ستوني دولنس، في الهايدرونيموثوركس هنلاقي فيه هايبر ريزونانس، في الكولابس هنلاقي فيه دولنس. في حاجه اسمها توبوجرافي، يعني الابنورماليتي اللي انت مطلعها بالبركشن دي شكلها عامل ازاي؟ هنا هتبقى لوبر، هنا هتبقى ديفيوز وباتشي، هنا هتبقى رايزنج تو ذا اكزيلا، رايزنج تو ذا اكزيلا يعني الضلس هتلاقيه في الاكزيلا اعلى بكتير من الضلس في الميد لاين او في الميد كلافيكولار. في الهيد نيموثوركس هتلاقي فيه ستريت ابر بوردر على الهيميثوركس، في النيموثوركس هيبقى هيميثوركس واخد ايه؟ ناحيه كامله، ثم في الكولابس هيبقى واخد ناحيه كامله. اخر حاجه البركشن الاوسكالتيشن بنسمع بريس ساوند وادفنتيشال ساوند وكال ريزونانس. البريس ساوند الطبيعي بيبقى فيزيكولار بريسنج. في الثلاث حاجات دول الانفيوجن وهيدرونيموثوركس والنيموثوركس وممكن ايفن كمان الكولابس تسمع فيزيكولار بريسنج بس جاي من بعيد عشان في فاصل ما بينه وما بين ايه؟ وداني. لكن في النمونيا والبرونكو نمونيا بنسمع حاجه اسمها برونكيال بريسنج.
ليه سموه فيزيكولار بريسنج يا جماعه الصوت الطبيعي؟ لان الهواء ايه؟ لان الهواء بيدخل جوه الفيزيكال ويلف ويطلع، فبيديك الصوت الطبيعي اللي هو 3 لواحد، صوت اللي هو كلير 3 لواحد ومفيش فاصل ما بين الاسبيريشن والاكسبيريشن. في البرونكال بريسنج سموه كده لان الهواء بيجي يدخل يقف في البرونكاي ما يدخلش جوه الالفيولاي ويصن شويه وبعدين يروح طالع تاني، فسموه برونكال من اسم ان هو بيفيزيت البرونكال ويطلع ما بيدخلش الالفيولاي، سموه برونكال بريسنج. ونظرا لغياب الالفيولاي هذا الجزء في الصوت ما بيبقاش موجود، فبيبقى الفاصل بيبقى الرش ما بين الاسبيشال اكسبريشن 1 الى 1 وفي اوسكالتاتوري جاب. الفوكال ريزونانس بتبقى عاليه في النمونيا والبرونكو نمونيا زي ما كان التي دي اف عالي وزي ما في برونكال بريسنج، لكن الحاجات الثانيه دي ما فيش فيها فوكسنانس. اخر حاجه الادفنتشر ساوند، انا بجري على فكره مش بالمود الطبيعي خالص. يعني في البرونكو نمونيا هنلاقي فيه بايلاترال بيزل كريبيتيشن، في النمونيا ممكن تلاقي فيه كريبيتيشن، الحاجات الثانيه مش هتلاقي فيها ادفنتشر ساوند. ونشوفكم على خير ان شاء الله المره اللي جايه.